أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب معا اليوم بضيفنا الأستاذ خالد رومية من بروكتك سوليوشنز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خالد رومية، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة بروكتك سوليوشنز المتخصصة في مجال أتمتة البيوت والمشاريع التجارية. ما شاء الله. استاذ خالد، ممكن تحكي لنا شوي كيف كانت البدايات مع بروكتك سوليوشن؟ نعم، بدايتنا كانت بالمشاركه في معرض جايتكس 2020 اثناء جائحه كورونا، وقد تكلت الحمد لله بالنجاح من خلال التعرف على اطار عمل السوق والزبائن المحتملين لتقديم التكنولوجيا المراد عرضها على سوق العمل هنا في الامارات. وقد بدأنا من خلال المعرض بتكوين شراكات متخصصة في مجالات معينة في تكنولوجيا المعلومات، تحديداً البيوت الذكية، وتوسعت الشركة تدريجياً لتعزيز بصمتها من خلال القيام بعقد شراكات متخصصة مع شركات ألمانية عريقة وتقديم خدمتها بشكل متميز من خلال تعزيز تواجدها في السوق الإماراتي وربطها بمكاتب استشارية متخصصة لتقديم حلول مستدامة وفقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بتقليل البصمة الكربونية. ما شاء الله. أستاذ خالد، ممكن تحكي لنا شوي عن أنواع الخدمات اللي بتقدمها الشركة؟ نعم، بتوفير حلول متكاملة للمباني المستدامة السكنية والتجارية وتقليل الانبعاث الكربوني وجعلها مباني خضراء وفق توجه الدولة فيما يخص تطوير البنية التحتية، كما نقوم بتوفير أيضا خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأمن والأمان من خلال أنظمة مراقبة حديثة، ونوفر هذه الخدمات جميعها من خلال تعاقدنا مع شركات متخصصة عريقة من ضمنها شركات ألمانية كيونغ التي توفر مساحة وتشكيلة فريدة من نوعها توفر وتعزز الرفاهية في مجال المباني السكنية ونظم أتمتة البيوت والمصانع. ما شاء الله. نقدم لزبائننا الكرام منظومة متكاملة وحلول متقدمة فيما يتعلق بالبيوت الذكية من منتجات ألمانية فاخرة عالية الجودة والقيمة، نفر من خلالها تجربة فريدة فيما يتعلق بالأمان، التحكم والوصول إلى جميع العناصر المستهدفة في البيوت من خلال تصميمها وتركيبها وإدارتها بشكل فريد. المنتج مكفول لمدة 10 سنوات مع القدرة على التوافق مع جميع العناصر في المنزل لمدة 25 سنة. Bruktek Solutions is proud to participate in Decobuild for this year, presenting its flagship product from MediaNet. It's a complete home automation system that offers security, convenience and practicality with the ability to integrate too many components within the home. Prior to installing any device, we make sure that it's compatible with the designs, with the requirements, and again, according to best standards when it comes to implementation. الكثير منا يعانون مشكلة الواي فاي، منقدم حلول الأكسس بوينت لتغطية المنزل كامل تحت اسم شبكة واحدة. زورونا في معرضنا في الشارقة لتعرفوا أكثر عن خدماتنا. PT Solutions provided exemplary services. They were productive, proficient and effective. Highly recommend them. They listened to all the client needs and they were very satisfying to work with. Thank you. أستاذ خالد، لو حبينا نحكي عن المستقبل، وين بشوف الشركة بالسنوات القادمة وشو الخطط المستقبلية؟ نعم، تتطلع الشركة إلى تعزيز تواجدها في السوق الإماراتي المحلي والخروج من السوق المحلي إلى السوق الخليجي، علما بأن الأسواق متعطشة للخدمات التي تخص أو المعنية بأتمتة البيوت وتوفير الطاقة وما إلى ذلك من أمن وأمان. لذا تقوم الشركة بتواجد بالمؤتمرات والمعارض الدولية وتواجد بقوة من خلال فريق عملها
والتعاون مع أيضا الشركاء المحليين الخاصين في مجال خاص والمجال الحكومي أيضا. ما شاء الله. أستاذ خالد، بدنا من خلال خبرتك في مجال البزنس، نعم، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام أنه يفتح بزنس في الإمارات؟ نعم، نصيحتي بأن يقوم الشخص المقبل على فتح أو الدخول إلى عالم ريادة الأعمال بدراسة جدوى، تقديم دراسة جدوى متكاملة عن السوق المراد العمل به، واستعانة بالخبرات الموجودة من خلال حضانات الأعمال والشركات أو الشركاء الحكوميين والذين يقومون بدور كبير وفعال في تعزيز سوق العمل الخاص تحديدا كما نرى مؤخرا، وتوفير سبل النجاح له من خلال التمويلات ومن خلال الاستشارات المتخصصة في جميع مجالات العمل. نهاية أستاذ خالد، نعرف كيف ساهمت دولة الإمارات وحكومة الإمارات أن تساعد بروكتك سوليوشن لتتطور. نعم، بروكتك سوليوشنز تأسست من ضمن برنامج الشيخ محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. البرنامج ساعد بشكل كبير شركة على تطوير أعمالها وتطوير تواجدها من خلال إتاحة الفرصة لها المشاركة في العطاءات الحكومية وتقديم دورات متخصصة لها في مجالات المبيعات ومجالات التكنولوجيا ومجالات التواصل مع الأعمال أو الشركات أو الزبائن المحتملين في الإمارات. تشكر الشركة المؤسسين في دولة الإمارات على توفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق النجاح في سوق العمل الإماراتي والخروج إلى أسواق عالمية. تميز دولة الإمارات بلا شك بالأمن والأمان الكبير على الصعيد المحلي، وتساعد أيضا هذه البيئة في توفير مساحة كبيرة لرواد الأعمال في تحقيق النجاح والخروج بأفكار جديدة تطور من خلالها المنظومة العامة للعمل في القطاع سواء الخاص أو الحكومي. نهاية نشكر الأستاذ خالد ونتمنى تخبرنا كيف ممكن المشاهدين يوصلوا ويتواصلوا مع بروكتك سوليوشن. نعم، الشكر موصول لكم، ونطلع للتواصل مع الزبائن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المباشرة لشركة بروكتك سوليوشنز، وسعيدين بخدمتهم والتواصل معهم وتقديم مختلف الحلول والخدمات والاستشارات لهم. شكرا جزيلا أستاذ خالد. الشكر لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.